واسمح لي طالما يعني ذكرنا اسم سيادة الوكيل، كان لي عظيم الشرف من شهر تقريبا كنت مع وكيل جهاز المخابرات العامة السابق أو الأسبق معالي اللواء الدكتور محمد أبو المقصود والوكيل جهاز الذي قبل اللواء بهاء الغمري وسيادة المستشار أحمد سعودي ولفيف من قادة الدولة. كنا حوالي 10 كوادر. بفضل الله أنتجنا برنامج تدريبي لتأهيل القاعدة، تحديدا تأهيل المرشحين لمجلس الشيوخ. إن شاء الله هنشارك مع حضراتكم المادة العلمية التي تمت، وكانت يعني مادة الحمد لله جت طلعت راسينا، وجزيل الشكر للمستشار أحمد سعودي إن هو وثق وعمل تناغم كبير بين هؤلاء الكوادر، والحمد لله لها صدى. إن شاء الله سوف نطلعكم على تفاصيله في لقاءات قادمة بإذن الله.